اهلا بكل مشاهدينا من جديد. دلوقتي معادنا مع معاد موجز الرياضه واللي فيه اهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالم. اهلا بكم من جديد. خلينا نبتدي اخبارنا الرياضيه مع فريق النادي الاهلي اللي حقق فوز غالي على حساب فريق بيراميدز بنتيجه 3-0 في المباراه اللي جمعتهم امبارح على استاد الاهلي والسلام ضمن منافسات الجوله المؤجله من الاسبوع الثامن في بطوله الدوري الممتاز. اهداف الاهلي سجلها محمد مجدي قفشه والسوليه ومحمد شريف. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد الأهلي لنقطة 28 وبيصبح في صدارة جدول الدوري، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة. وما زلنا مع اخبار النادي الاهلي وادارته اللي اعلنت بشكل رسمي تجديد عقد موسيماني لمده سنتين بخلاف الموسم الحالي، وده انطلاقا من ثقه النادي الاهلي الكبيره في موسيماني وترجمه للانجازات المتعدده اللي حققها مع اللاعبين وجهازه المعاون خلال الفتره اللي فاتت. وفريق سيراميكا اتعادل مع فريق سموحة بنتيجة 1-1 في المباراة اللي اتلعبت على استاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل سيراميكا المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة وسموحة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة. ولسه مع اخبارنا في الدوري المصري وفريق ايستن كومباني اللي حقق الفوز الثاني على التوالي على امبي بنتيجه 2-1 خلال اللقاء اللي جمع الفرقتين على استاد بترو سبورت في منافسات بطوله الدوري المصري الممتاز. بالفوز ده بيرفع ايستن كومباني رصيده للنقطه 9 وبيحتل المركز ال 16 في جدول مسابقات الدوري، ووقف رصيد امبي عند النقطه 14 في المركز ال 11. والنهارده هتوصل بعثة فريق الوداد المغربي القاهرة الساعة 2 العصر على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة الجاية في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. والإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اتكلم عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة سبورتنج لشبونة النهاردة في لقاء العودة من مباراة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. جوارديولا قال: عاوزين اللاعبين كلهم تشارك في المباراة وعندنا الإذن في إننا نوصل لمنطقة الجزاء. احنا كده خلصنا موجز الرياضه، خلينا نرجع لجمانة والشاذلي نستكمل باقي فقراتنا معاهم. اتفضل يا شاذلي واتفضل يا جمانة. نشكرك يا منى، شكرا جزيلا.